वो वाली तो नहीं है ना जो हम समझ रहे थे पहले वाली, मुझे तो वही लग रही है ना। हम यूं आए थे। हाँ पर वो तो बंद थी, वो तो तब बंद थी। इलाका तो वैसे ही लग रहा है। ये नजफ तो इसका नाम नजत है या नजफ जो भी ऐसी कुछ करके है। ईद के लिए आ गई हूँ, बस नहीं दिखाऊंगी। खवातीन बैठी हैं। الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله ولله الحمد. بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله. صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل جلاله. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المؤمنون، ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في أيام الحج، في مواسم الحج، عن التقوى. يقول في آيات الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالتقوى مدار السعادات وأصل الراحات. ربنا سبحانه وتعالى لما يذكرنا عن تعظيم حرمات الله ضمن آيات الحج يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الذي يعظم شعيرة الله سبحانه وتعالى من الذبح والتهليل والتكبير والتحميد للملك الجليل، كل هذا يوفقه إلى تقوى الله سبحانه. يقول سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ثم يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ربنا سبحانه كل هذه الشعائر لتعظيم الله والتزود بالتقوى حتى يرجع إلى ربه بالزاد الأوفى، وذلك تقوى الله سبحانه وتعالى. فكل هذه العبادات لها ظاهر وباطن، ظاهرها الأفعال كما قال ربنا سبحانه: لن ينال الله لحومها، ظاهرها ذبح اللحوم،
باطنها تقوى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتعظيم شعائره وتكبيره وتحميده وتهليله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله عليه وسلم قرينا: إن لك من صلاتك ما عقلت منها تنكت أنت نسكالتين. إتريانا تانس رد قلت إتريانا تقول نايد أتريانا تنكت نسكالة مولو. هذا بولة النحجين ويريد هذا الله ويندم هذا ورم بكيانا. إذ بلنار دوسم الله سبحانه وتعالى أنت أريارتين دوسمان الله أنت أريارنا إند إند وره بخشنم كالكنم നോമ്പ് നോക്കരുത്. അത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കേണ്ട രൂപം എങ്ങനെ? അവിടെ നോമ്പ് നോക്കാണ്ടാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ? റമദാനിൽ നോമ്പ് നോക്കി അനുസരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പെരുന്നാൾ ദിവസം റബ്ബിന്റെ അടയാളം എന്താണ്? സന്തോഷമാണ്. ആ സന്തോഷം പുറമെ കാണിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ തപ്പുണ്ടാവും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മുത്തഖീങ്ങളിൽ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. هذا وصل وسلم على خير البرية. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.